تنفيذا لأوامر السيد رئيس الجمهورية، حيث قمنا بما يجب علينا أن نقوم به في إطار مهامنا ما نطلب بها. الحمد لله الفرقة كانت فيها كل تخصصات ضرورية من أجل أداء مهامنا على أحسن وجه. كان أيضا العتاد الضروري متوفر، وذلك بفضل الرعاية المستمرة للسلطات العليا التي دائما تقف وراءنا من خلال البرامج التكوينية المتعددة التي تفيد رفع قدراتنا، خاصة خدمة عمومية راقية، من جانب تجهيزات أيضا مرافقة مستمرة، حتى الحمد لله حتى البلدان اللي كنا نظن أنها عندها أكثر كانت تطلب منا نساعدها بفضل الوسائل التي كانت تحوز عليها الفرقة الجزائرية. هنا باسم الفريق نشكر السيد رئيس الجمهورية، لأن الكلمة التي أرسلها كانت يعني في نفوسنا كان عندها وقع كبير جدا. نشكر السيد الوزير الأول، نشكر وزير الداخلية، السيد المدير العام لمرافقتكم لنا في مسار التطور، والذي نهدف إليهم دائما. نبقى دائما احنا عندنا طموحات في مجال رفع قدراتنا في مختلف المجالات، حتى نكونوا في مستوى تطلعات مواطنينا الكرام على مستوى كل ربوع الوطن. وشكرا.